كان عبد الرحمن، يمكن انت حصدت القاب وانت لسه صغير ما شاء الله، انت خدت احسن لاعب عربي، وخدت كمان في 2017 احسن لاعب احسن ضارب في بطوله افريقيا، و2021 الاخيره خدت احسن استقبال. يعني انت اوريدي لعيب خامه، يعني مش محتاج تثبت نفسك، بس انت مع الفريق ده محتاج تبذل مجهود اكتر كمان. طبعا يعني التمرين مع الدرجه الاولى ومع لعيبه بالذات، يعني لعيبه تقريبا اقل واحد واخد 10 جوائز فرديه، بالنسبه لهم ده مش مش احسن سهل حاجه، طبعا. يعني مش سهل طبعا. فان انا ابقى معاهم موجود لازم ابذل اكتر يعني من ضعف مجهودي عشان افضل في الفورمه معاهم وافضل في نفس المستوى. وطبعا انا يعني بتمنى بصراحه يعني ان انا اخش في الفرقه اكتر من كده ويبقى ليا دور اكبر من كده ان شاء اكيد الله في ليك الفرقه. دور طبعا، وما كانش يعني لو ما كانش ليك دور والكابتن محمد مصلح حميد لو ما كان شايف ان انت يعني ليك دور كبير اكيد طبعا ما كانش هيستعين بيك ويطلعك. بس يعني قول لي، يعني انت كنت معاهم في المعسكر الاخراني صح، في معسكر ماتش الزمالك؟ لا لا، ما ما كنتش كنتش معاهم. موجود. طيب